هلا فتوح، حط لها شريط بالسيارة يهبل توه نازل جديد. راشد غربي؟ ايه يهبل بعد؟ يهبل والله حلو. استغفر الله العظيم، سمعين هالشرطة انتي؟ سمعين هالشرطة هذي؟ ايش فيك عمي؟ ما سمعين على وجهك انتي؟ صدق هلت الحياة؟ شنو هالشرطة؟ تبغيتي تسمعين؟ سمعي قرآن كريم؟ سمعي أحاديث؟ سمعي شيء ينفعج؟ بعدين شنو هاللبس اللي لابسته هذا؟ ايش فيها لبسي؟ ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ هاللبس هذا لا هو من عاداتنا، لا هو من تقاليدنا، لا هو من ديننا. ما يجوز يا فتوح. ايش فيك عمي؟ أنا من زمان ألبس كذي. من زمان تلبسين كذي؟ إيه. أبوك شافك بهاللبس؟ إي شافني وما قال لي شيء. ما قال لي شيء لأن أحس باله أنت داخل البيت. بس مو هاللبس طالعين فيه قدام المصبنة وقدام الأوادم. ما عندك عباية؟ لا ما عندي عبات. المفروض تلبسين عبات وتحجبين، مو فالك لي شعرك ومطلع يدينك ولابسة بنطرون. شوين قاعدين احنا؟ استغفر الله العظيم، ما يجوز اللي قاعد تسوينه. ما يجوز؟ ايش لابسه انا يعني؟ هذا وش لابسه بعد؟ والله فال الشعر ومطلع يدينك وتقول ايش لابسه؟ بعد هذا اللي ناقص. سبوج انا اعرف شلون اتفاهم وياه. اذا ما سنعك انا اعرف شلون اسنعك يا فتوح. يلا قدامي قدامي قدامي، هذه اخر مره وصلتك فيها. يا نوره ولدت كذا الحمد لله الحمد لله، مير فيوزاته طاقه ما فيه ولا واير صاحي. هو ترى هو مجنون، ليه ما تودونا المطوع يقرا عليه؟ مش حق تفاول على ولدي، بسم الله عليه ما في الا العافيه. او اي عوده جاء يا مي. السلام عليكم. عليكم السلام. هاو ايش فيك؟ شوش عقد النونو عارس الويت؟ انا اقول لك ايش فيها؟ طلعي لبسه، طلعي ايش لابسه؟ هذا اللبس تلبسه؟ بنطلون وقميص ايدينها مبينه، شعرها فالته، حاطه مكياج، متبرجه، شنو هذا؟ هذا اللبس؟ هذا اللبس بنيه تلبسه مثلها؟ احنا اخر الزمن عندنا بنات يطلعون السكه بلبس مثل هذا؟ ايش فيه لبس ايش فيه؟ انا طول عمري البس كذي. اول غير والحين غير. اذا ابوك ما عرف يربيك انا اللي راح اربيك. شنو هذا؟ انا جايه اشوفكم ولا جايه انزف عندكم؟ شوف لا حول ولا قوه، لا تطولين لسانك. اديده خاله تكلموا قولوا شيء. استغفر الله العظيم، ايش تبينهم يقولون؟ تبينهم يقولون كلامي غلط؟ شوفي نفسك بالمنظره وانت تعرفين الغلط من الصح. بنطرون، حاطه مكياج، فله الشعر ومتبرجه. استغفر الله العظيم، هذا اللي قاعد تسوينه لا عاداتنا ولا ديننا ولا تقاليدنا تسمح فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يدي زينك جيت. اقعد يا ابو تقعد. ارامكم وش هالصيحه؟ صيحتكم واصله الجمعيه. ايش فيكم؟ ما تحجون؟ ايش فيكم؟ قولوا لي ارامكم. حشم بالعين كاتم الصوت. ما اللي مزعلها؟ سلها كاهي عندك. علامك عمي فهد. انت بأي حق بالله تهاوش فتوح وتزفها وتخلي دمعتها على خدها؟ بحق اني عمها اخو ابوها. عمها اخو ابوها يعني من تبوها؟ اوقف عدل وحاشني، لا يكون اصك كف على ضروسك ولا مخليك تعدهم واحد واحد. انا ابوك، خل عندك دم، خل عندك شويه احترام. اللي قاعد يحاكيك ابوك مو واحد براني من السكه. علامك طالعني كذي، ترى عيونك هذيلي انا اقفهم لك تنقف. لا يغرك طولك وعرضك، انا الكل بالكل هني بهالبيت ولا اسمح لاي كان انه يتجاوز حدوده. سمعت؟ ابو راشد صلى على النبي، كله منك انت يا ابو راشد. صار لي ساعه وانا اقول ايش صاير؟ ايش علامكم؟ ايش السالفه؟ ما انت راضيه تعلميني، تصددين عني، توقفين معاه، توقفين بصفه، ما تبيني هاوشه. انا مو ترى جايك ابيك تصيرين معي عون، صرتي علي فرعون. لكن والله والله الغالب الطالب، رفجه علي رفجه اني اخلي الواحد فيكم ما يشم من سما بهالبيت اذا عصى امري وتحداني. وانت الكلام هذا اللي تارس فيه مخك ما يمشي عندي. اذا ما تلاحق عمرك وما وعيت الحق نفسك بتروح بداهيه.
يمه ما بيكون هذا ابوك؟